بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين عند المعلم حمادة، العنوان شلشلمون، مركز بني القمح، محافظة المنوفية. ازيك معلم حمادة؟ محافظة الشرقية ان شاء الله. الله يسلمك يا استاذ. محافظة الشرقية يا جماعة، ازيك يا معلم حمادة؟ اخبار معاليك ايه؟ الحمد لله. ايه الموجود كده النهارده؟ العرض اللي انت قلت لي عليه النهارده قدام المشاهدين النهارده. الموجود النهارده اللهم صل على النبي 6 نوات لحم. عندك لحم؟ اه. ست نوتي لحم. وذكر لحم. وعجلتين عش. اللهم صل على الخمار. نبدا كده بالصلاة على النبي يا جماعة. صفرة. على الميزان اهو. على الميزان اهو. اللهم صل على النبي. خش يا معلم حمادة. خش وصلي على النبي. بسم الله ما شاء الله. افتح الباب. اوعى. الوحش يا جماعه، صل كل اللي يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي. صلوا على النبي. احمد افتح الباب من الفوت. افتح تعالى. اللي عاوز يستلم ميزان، الميزان موجود اهو. افتح القفل. امسك الباب. ما تضربش يا عم عارف. قرص ديله. صل على النبي. اطلع. قرص الديل. كل يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي. امسك الباب يا ابني. اطلع. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. افتح اقفل كده وابعد كده. ابعد. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ولا معمول. بص الطبيعه. اللهم صل على النبي. بالطبيعه. 400. اوعى يا عرب شيل الحبل. اه. ميزان شغال. 490. اوعى يا ابني. اوعى يسيب الحبل يالا. سيب الحبل عشان نطلع راس الصح. اهو. 400. بس ما تتحركش. 90 يا باشا. 490. 490. 510 مش بتبص. اوعى افتح الباب يا عم. 490 الميزان اهو. السعر الان ماشي بكام يا عم عارف؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوت يالا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بس اوعى. بسم الله ما شاء الله. 490 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. العجل دي لبن ولا كسر جوز يا حماد؟ كسر جوز. الله اكبر. اربط بعد اذنك العجل. عايز تشوف سنانه؟ كسر جوز. اربط العجل. اوعى يابا. اربط العجل. اللهم صل على النبي. ديزل بالصلاة على النبي. ديزل. كل يشوف المال الطيب ده يصلي على النبي. اهم حاجه يصلي على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. هتسلم ميزان؟ اه يابا. بكام يا غالي الميزان؟ من قبل العجل اهو. انت جاي توزن بالصدفه، حماده قال لك عندي عجلين هوزنهم لك. اهو. بسم الله ما شاء الله. بكام يا حاج الميزان؟ تعال افتح لك السن عشان برضه. كسر جوز. قرش كده. كسر جوز. ما ماشي مع الناس بيبقى كسر جوز يا باشا. اهو. شوف الضحيه رسمه كل حاجه باينه قدام حضراتكم. كسر جوز يا وحش. بص كده. احمد. اللهم صل على النبي. بس لحم ده لحم احمر. اللهم صل على النبي. والله لحم احمر كله. بسم الله ما شاء الله. اقول لك فيش مين ولا اقول لك كذا. اه هي دي يا احمد. يقول لك دين ولا لا 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 لا. الله اكبر. ميزان بكام يا عم عارف النهارده؟ صلى على الحبيب النبي. عليه الصلاه والسلام. الله الوكيل. هو ماشي ب 120 وطالع. 120 وطالع. الله الوكيل. واحنا برضو عشان الناس هتبقى ب 118. اقل من 60 جنيه، اقل من السوق 3 جنيه. اقل من السوق 5 جنيه. هتسلم 118 من الزقايق. واقل من السوق كمان. طب اللي عاوز يحجز، الناس اللي هترن عليه طلب. اللي يحجز. انت طبعا انت عندك نوت في لحم طبعا. اه. صلى على الحبيب النبي. اللهم صل على النبي. اللي يحجز يدفع 10,000 بس. ويصور العجل بتاعته، يصور العجله بتاعته وهو في الامان. ويجي يوزن يابا. وقت ما يقول ميزان يجي لي فلوس. هتسلمه ميزان؟ هتسلمه ميزان اول ما يشتري العجل. اه. وبعد ما يشتري العجل قبل ما يستلم العجل هتسلمه ميزان. لا اللي عاوز افرض واحد زي حالتك جاي من القاهره ولا من بلد مدن وعاوز يشتري العجل يدفع عربون عربن عليه. ويجي وقت ما يقول الميزان يجي لي فلوس اللي يوزن. ذكر ولا نتايج؟ ذكر او نتايج. الحمد لله. مش هقول لك في اي وقت يجي. ذكر. رقم تليفونك كم مره؟ 0100 65 91 91 789 789. رقم ثاني؟ 010 223 223 72 72 72
608. يلا يا حماده ابدا كده بالصلاه على النبي. خرج كده هسيبه سيبه زي ما هو. كله يشوف المال الطيب ده يا جماعه. يتصلى على النبي. لحم النهارده العرض لحم ان شاء الله فوق السوبر. فوق السوبر ان شاء الله باذن الله. كله يشوف المال الطيب ده يتصلى على النبي. ومعانا عشاير ان شاء الله في اخر الفيديو باذن الله. تابعونا للنهايه. اللهم صل على النبي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اوعى اوعى عربي اوعى عربي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لحم دوم. بص دول ما لهمش دعوه بالموازين، الموازين اللي عندك 3.5 كده. بص اهي الاثنين دول. بس 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 الاثنين دول الوكيل ربنا احنا شاريهم ب 66 ونص اهم. الاثنين دمك ب 66500 جنيه. سجاوي يعني لو في السوق هتدفع هتشتريها ب 57 ب 38 لوحده. لحم على مظهر. لو حد عاوز ميزان هتسلمه بكام؟ سلمه ب 100 جنيه و10 السجاوي ده. ب 110 ميزان. عشان ما فيش موازين. لحم طب ممكن نوزن واحد نتايه كده منهم عشان برضو المشاهد يعرف ايه ان هي هتطلع قد ايه في الميزان. افتح الباب يا حبيبي. بص ده مش محضره ولا فيها حاجه. ده مش محضره خلي بالك. بص الباب جامد انت جبت طبعتها. افتح الباب يا عرب. عرب مش هيطلع. افتح الباب يا باشا خش على الميزان. اللهم صل على النبي. بس بسم الله ما شاء الله. حمد الله على العيد بتاعنا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. كل يشوف المال ده. استنى استنى حماد. استنى احنا لازم تحت. انزل تحت كده عشان برضو المشاهدين يشوفوا الصفر. اتكل على الله. خش يلا. اتكل على الله. اتكل على الله. بسم الله ما شاء الله. اقفل بيبانك يا عم عربي. اقفل بيبانك. قفلت بيبانك. تمام تمام. 265. انت جايب الطبيعه. 265 ها يا جماعه. 265. انت جاي على الطبيعه بتنزل. هتسلم كام ميزان لو هتبيع ميزان؟ ب 100 جنيه و10. كام؟ ب 110. دي صف لحمه قد ايه يا عم عربي؟ دي صف لحمه النساء دي صف 140 كيلو لحم صافي. غير عظمه بقى وغير ال مفيش عظمه ولا اربع مواسير. اصل العظيم تعالى هنا كده بعدين. الهام ده ما فيهاش عظمه يا استاذ عظيم. مش عجل عجل حته ظهر. اول كمل بيت العرض واستر على النبي كده. حجز الورا اوزن لك الثانيه الاخرى. عاوز توزنها وزن. المشاهدين المشاهدين برضه تبقى عارفه. اوعى اوعى خش يا باشا. طب ليه هاي خش بس خش انت قدام. طبليه ادي الطبليه صفرة صفر. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. خش 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 بالراحه. قرص الديل قرص الديل تخش نتايه بالصلاة على النبي. السوبره بيبانك. قفلت البيبان. وعدك يا معرض. وعدك يا حبيبي. وبعدك انت وهو. الله اكبر. 273. الله اكبر. 273 هنا. ميزانها. ميزانها. وبص بقى تعالى هنا كده استنى. لا مش محضره. بص تعالى هنا يا عم باشا. انا جاي من بعد الفجر. محضره. يعني فيها 30 كيلو بس. 30 كيلو بس. ضمين. الا. راجل مش محضره. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللي عاوز ياسس جموع بس. هات بيت العرض يا غالي. بسم الله ما شاء الله. وان شاء الله الايام اللي جايه ان شاء الله يبقى في عجول لحم ان شاء الله جاموس ونوتش باذن. بسم الله ما شاء الله. الو. ايوه يا باشا. اتفضل يابا. ايه على دماغي يابا على دماغي. انا حتتين يا باشا. الحتتين النوت لسه طالعين الميزان حاليا.
اللي هم في الميدان ميزان الحلال يا باشا. الحلال خش يا حاج. الحلال العجين مش محضر ولسه مش يا باشا. باين كل حاجه والله يا عم عربي باين كل حاجه. الحمد لله يا استاذ. هم حضر لك ايه؟ احضر لك عجله ب 30 كيلو هتبلع على اولادي؟ انت جايب الطبيعه عجله ب 30 كيلو واللي يجي يستلم برضه يوزن. يجي يستلم ازاي؟ وقت ما يطب. انت عاوز حته ولا حتتين؟ انزل لك يا خش يا حاج. خش على الميزان يا احمد. خلي بالك انت الصف بتاعتهم بص اعلى يعني العجله. وعدك يا عرب وعدك يا عرب. خش على الميزان. انا مش الناس تشوف الصف. استنى يا احمد. اصبر يا حبيبي. سفره. خش اتكل على الله. اتكل على الله وصلي على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. ايدك اقفل. اوعدك يا حبيبي اوعدك. سيب الحب. 290 291 ورا المشاهد البطل عندنا ازاي يا عزيز. 291 291 بالظبط. صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. خش يا حاج. والنبي احمد بتطلع العجين دول الطول. المكان يا جماعه عشان شلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية. قرية شلمون مركز ميناء القمح محافظة الشرقية. اللهم صل على النبي. الواد ما جاش لسه بتاع كله اللي لف المكنة. هات النتاية التانية رخلة. خد التانية بس ده مش محضرة بساعة بعضين. اوعى يا احمد. اوعى يا احمد. الحاج بما يرضي الله وخلاص. المشاهد يجي. الحاج مشاهد قبل ما نفتح لا ما تفتحش على الحبايب. اصبر اصبر. اوعى يا باشا. صفر يا باشا. اتكل على الله. اتكل على الله. بس اقفل اقفل بابك. ابعد عن الباب. ابعد يا عرب. اوعى يا عربي. اوعى يا عربي. باب نشوف الميزان. 276 276 رد على هاي والله 77 جاي. رد عليا. لا والله يا شيخ صل على النبي يا حماده. والله العظيم اللي احنا بيعدي 120 جنيه. بحلف بالعظيم يسرع لنا ربنا 120. خلي بالك لسه جوا يا استاذ. تعالى هنا شوف البهيم. البهيم متحضره عشان توزنها. بص كده البهيم متحضره للتوزين. بص كده البهيم. نسلم بالله. الحمد لله. والله يا ابني 110 ربنا يصح. شال شلمون مركز مينا القمح محافظه الشرقيه. ورقم التليفونات موجودين جنب العنوان. عنوان الفيديو ثلاث ارقام تليفونات موجودين. في كميات ان شاء الله الايام اللي جايه كتير ان شاء الله باذن الله. ما عند الحاج عربي. خش يا تعال. يلا خش. صل على النبي. 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 ما تدخلش على الكابلة لما اكون مصفر. خش يا حاج. بس خش افتح افتح يا عم. افتح افتح اتكل على الله. افتح. اوعى يا ابني. 260 260 بيننا وبين ربنا. بصف قد ايه يا عم احمد؟ يا عم عربي النتاية. اقسم بالله 140 كيلو فيها 150 كيلو انا فيها. بصف 140 كيلو. والله 140 لحم. تعالى هنا تعالى هنا كده. بص كده. لا ما يا عم. خبطش بس خبطش. ما تخافش اصل لحم ثابت. والله العظيم 150 كيلو. حاج انا عارف ماشي. بس بنعرف المشاهدين عشان الناس بتسال صف قد ايه. ممكن كده يا احمد تعالى هنا. هات النتاية دي رفع. تعالى هنا يا احمد. هات النتاية دي. يا احمد طلع لي الذكرين دول. طلع خش خش على طول. خش 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 وصل على النبي. اقفل اقفل الباب يا عم عربي. قفلت الباب يا عم عربي. لحم سجاوي حمام 269 269 269 269. طب بص والكوره جابت 71. يلا يلا رزق المشاة. يلا يلا بسم الله ما شاء الله. كل يشوف المال الطاف ده يتصلى على النبي. اهم حاجه الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. هنزل لك العجل ده والعجل ده. العجل ده والعجل ده؟ اه سجاو. كل واحد عاوز يقعد فلوس. خد بالك الفهم دي مش على جد موازين. دول مش فاهم موازين. ما انا عارف ان مش بتوع موازين.
برضو اللي عاوز برضو اللي معاه اللي هو عنده فلوس عاوز يضحي. بسم الله ما شاء الله. بص يا بيه سجاوه. بص يا استاذ. بص يا بيه استاذ استاذ يا عم الحاج. بص كده عايز تطلع سفر ولا لا؟ انت عم تتكل على الله يا عم عارف يعني انت عم تسافر وبتاع. شوف الطبليه الان. طب ليه صفر؟ انا بس اتكل على الله. اتكل على الله. انت عم تتكل على الله. تعالى احنا نلف نمسك المبدا. نلف نمسك المبدا احسن. كل يشوف المبدا بتاعي ده يصلي على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اوعى. الله اكبر. ذكر اللهم صل على النبي. الله اكبر. ذكر. الله اكبر. 200 263 هنحسبه 260. استنى 261 يا عم عارف. خلي 260. 260 احنا مسامحينك. 260 260 لا 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 اعدل لفته لف 260 عجلة. الام في بكام بقى يا عم عارف ده؟ العجل ام في بكام؟ تعالى بقى في كام؟ 120 جنيه. والله العظيم 130 اقسم بالله 130 عجل السجاوي دي. طب عجل عشان اقول لك 400 500. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اهو يا باشا العجله اهي. ايه الرياض؟ استنى اجيب لك الطرف. هات العجله دي بقى. هات العجله دي بقى. دي عجله سجاوي يا بنت البتلو. بتلو. ويابا اللي عايز يحجز ويجي اه. يوم الوقفه ماشي. ويجي في اي وقت ماشي. الوقت ما يجي يوزن عربيته بسكول ويجي يوزن مال. اه اللي يجي يوزن يجي يوزن بسكول. 218 عجله. اللهم صل على النبي. 218 معلش اللهم صل على محمد. العجله اللي قال لي اخوك واحد بيسال البقر. طبعا البقر اغلى يا جماعه. طلع يا معلم البقر اغلى من الجاموس. في هتجيب بقر ان شاء الله يا عم عربي؟ هتجيب بقر ان شاء الله؟ اللي عايز بنجيب له يابا بالطلب. اللي عاوز بقر بنجيب له بالطلب. بنجيب بالطلب يابا. بالطلب. اللهم صل على النبي. طلع بقى ال 200 العش. اللهم صل على النبي. العرض العرض كده وانت ماشي. اللهم صل على النبي. الله اكبر يا عسل. بسم الله ما شاء الله. سوق والله. سوق لحم. الله اكبر يا عسل. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر يا عسل. عرضها تعالى كده صور. هات النيت. هات بقى الاثنين العشر. صل على النبي. الله يستر. صل على النبي تكسب. بسم الله ما شاء الله. هات الاثنين العشر. طلع الاثنين العشر. ده كان تلوقة. ده بيطلع عادي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. خليك الناحية. خليك الناحية. خليك الناحية. لا تجري مني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده 10 3 اللي على اليمين. اخر 2 10 6 باكل ولا 10 6 10 6 6 نضاف و10 ثلاثه نضاف. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. دي بكام يا عم عربي؟ دي بكام بقى؟ دي ثلاثه نضاف وربع حماده صح؟ ودي 6 تسال انت تنضاف بكام؟ 3 تنضاف دي بامانة الله. بامانة الله باربعة. بص باربعة واربعين ونص ومية جنيه. باربعة واربعين ونص ومية جنيه. جنيه جسة دي بخمسة وعشرين الف. بخمسة واربعين الف ومية جنيه جسة. خمسة واربعين الف الوكيل ربنا يا شيخ. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الجيل دول بمشي. اللهم صل على النبي. الجيل دول بمشي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بس الجيل. بص يا استاذ عظيم الجيل بيعمل زواري بالسجاير. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حلى بتها يا جماعه. لا بص على النبي. بسم الله ما شاء الله. جيل ما اسحب لك حاجه حاجه كده. بسم الله ما شاء الله. اللي عاوز يا جماعه بقر عقول بقر بالطلب. اما من الجاموس ان شاء الله لحد عيد الاضحى العقول النوتي واللحم والجاموس موجوده. العجله اربطها.
ردها لابنك بيحلها ليه؟ ويعرف يسيطر عليها؟ بسم الله ما شاء الله. رقم تليفونك يا غالي؟ 010 010 23 23 8 0 8 0 9 6 9 6 8 6 0 100 0 100 6 5 6 5 9 1 9 1 7 8 9 7 8 9 اي حد عايز العنوان؟ العنوان من القمح محافظة الشرقية شلشل امام بالصلاة على النبي ان شاء الله. اي حد عايز مهام تحت امر الحد واللي عاوز بقر بالحجز اديني 10 دقايق بس اخلص العرض. اي حاجة عايز يستلم من الوقفة ماشي، عايز يستلم بميزانه هو ماشي، عايز بيع وشرب ما يرد الله، وبرضه هيلاقوا له الواجب في الميزان برضه اللي هو تحت امر المشاهد. احنا اهم حاجة عايزين المشاهد يبقى مطردة وخلاص، واللي يشوف البث دي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كل يشوف المشاهد ده صلى على النبي. اللهم صل على النبي. أكل من جميع، والله من جميع، عيون اللي أنت عايزه، نوتي، سقاوي، بقى بتله كلها. الله يبارك فيك. عيون لحم بتله كله، بص الله بقى الله أكبر عاملة إزاي. بسم الله ما شاء الله. علينا يا باشا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء القادم.